على طول كان بيختم اسبوعيا القران. هو بابا على طول بيهزر يعني، هو يعني شخصيه فكاهيه بيحب الضحك بيهزر جدا وبيضحك. كان بي لا بصي حضرتك، الشيخ الطبلاوي كان برضك يعني ليه هيبه كده، ليه برستيج وليه برضه يعني. الله يرحمه بابا، كان اب زي كل الابهات، ما فيش حاجه مختلفه خالص. الحما طبعا انا ما انساش يوم ما تقدمت لبنته، قال حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ان اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة. فكان هو تقييمه لأي حد متقدم لحد من بناته مش زي اليومين دول، المادة والملك والعربية والكلام ده. الدين أولا ثم الخلق، وبالتالي بيأمن على بناته مع أزواجهم بأمان الله خالص خالص. أنت ابني وهي بنتي وأنتوا الاتنين ولادي، كنا عايشين في نفس العمارة، وكان دايما يبص علينا ويتابعنا ويولينا، وأي حاجة محتاجينها ما كانش بيأخرها على أي حد من ولاده. الشيخ الطبلاوي الله يرحمه يعني كان كمية وكتلة من الحنان على الأولاد جميعا بلا استثناء الله يرحمه. ربنا يلحقنا بيه على خير إن شاء الله. بصي حضرتك، الشيخ الطبلاوي كان برضك يعني ليه هيبة كده، ليه برستيج وليه برضه يعني، بالرغم انه زي ما قلنا حن الناس واقرب الناس لينا، لكن كان ليه الكاريزما والبرستيج اللي كان بيبقى في وسط العيله بشخصيته بقى هيبه كده. حتى لو كان ابنه من ولاده، لكن الكاريزما والهيبه بتاعته موجوده في اي لحظه، زي هيبته في اي مكان. يعني الدكتور زكريا وزير الأوقاف بيحكي عنها فضيلة الشيخ الله يرحمه، كانوا مرة مدعوين في مؤتمر في الهند، وبعدين هم راحوا متأخرين شوية، فالدكتور زكريا وزير الأوقاف داخل المؤتمر فقال لهم: أنا طبعا مش مشهور بشهرة الشيخ الطبلاوي، خلوا الشيخ الطبلاوي يتقدم الموقف عشان يعتذروا لنا ويسامحوا. وفعلا ده اللي حصل، الدكتور زكريا قدم الشيخ الطبلاوي قصاده ودخل بيه الامور اتفتحت، والناس كلها نسيت انهم متاخرين شويه واحتفلوا بيهم احتفال كما لم يحدث من قبل. الله يرحمه بابا، كان اب زي كل الابهات، ما فيش حاجه مختلفه خالص، وذكرياته مش معايا انا لوحدي، معانا احنا كلنا، بس هو يعني كان تربيته لينا احنا البنات، او حياته معانا احنا البنات كانت مختلفه شويه عن الصغيرة. حتى احنا قاعدين في عماره واحده من واحنا صغيرين، احنا قاعدين في نفس الشقه احنا البنات، معاه في الشقه دي الصبيان كلهم فاصلهم في شقه تانية في العمر. يعني كان بيفرق ما بين الشباب والبنات وكده، عشان هي الصبيان ليهم حياتهم، كانت ليهم حياتهم، ليهم مذاكرتهم، ممكن حد من اصحابهم يجي يذاكر معاهم، ما يبقاش في حاجه في نفس الشقه او في نفس الدور اللي احنا فيه، ما يبقاش في اختلاط لهم وكده. خصوصيه ليهم هم لوحديهم واحنا معاه هو. بس في مواقف كتير بتربطك يعني بينك وبين الراحل، وزي ما شايفين عيونك يعني مليانه دموع، والنهارده انت عيطناكي كتير، ولكن يعني لازم تحكي لنا موقف كده، موقف العربيه او اي موقف بتفتكريه وهو كان بيقول لك انت فيك حاجه لله كده يا هند. موقف العربيه، هو في مواقف كتيره. طب احكي لنا موقف منه لو مش عايزه يعني العربيه. هي العربيه انا حكيتها من شويه، ان انا وقعت تحتيها وغصب عنه يعني ما كانش يعرف ان انا ورا العربيه، فنزلت تحت الكاوتش، فهو داس عليا مرتين رايح جاي، وبعدين جري بيا افتكرني مت، طلعني من تحت العربيه فاكرني ميته، عندي 7 سنين تقريبا. راح بيا المستشفى فكشفوا عليا في الطوارئ، قالوا له ما فيش حاجه اصلا داست عليها وهي صاحيه، وقمت اجري بلعب في المستشفى اصلا ما شاء الله، وخدني في ايديا ومشي. حاجات تانية بقى كتيرة،
معرفش كان في احداث كتيره بتحصل لي وبطلع منها كده. كان في مصايب كتير بتحصل لك وبتطلعي منها على خير. الحمد لله. كان هو بقى بيتخض قوي قوي عشان ايه، ويقول لي انت تعبتي لي اعصابي من كتر الحاجات اللي كانت بتحصل لك وانا صغيره. فانت كان بيقول لي انت خليتيني ما عرفتش اقرا انزل شغل بتاع 6 7 شهور. بس كان بيضحك يعني، مش بيقولها هو زعلان، هو كان بيضحك ودايما بيفكرني بيها وهو بيهزر وبيضحك. هو بابا على طول بيهزر يعني، هو يعني شخصيه فكاهيه بيحب الضحك جداً. بيهزر جدا وبيضحك. كان علاقته باحفاده يعني لما اتجوزته كده وبدات انا لسه بقول ان هو السنين كلها كان بيقعد تحت، بعد ما بيخلص صلاه الظهر بينزل يقعد تحت، زي ما اختي سناء قالت دايما بيراضي الباعه الجائلين اللي في الشارع، ده على اساسي كل يوم يعمله. كل اللي ماشيين بيبيعوا حاجه بيشتري كله. انا باجي له هند خدي ال 10 كيلو طبق يا ماما مش عارفه لسه بديني امبارح خدي دول كمان. سناء نفس القصه كل الناس. كان بيعمل ايه مع احفاده بقى في العيد والعيديه؟ بيستنى لا هو من غير عيديه ولا عيد، هو بيستناهم يجوا يرجعوا من المدرسه كل يوم قدام العماره تحت، هو اللي بينتظرهم، هو بينتظرنا كلنا. هم كلهم كمان بيشتغلوا، بيرجعوا في الساعه 3 4 دي يكونوا بيرجعوا من شغلهم من 2 3، يبقى قاعد تحت مستنيهم. فبس لازم يطمن عليهم كلهم هم طالعين عاملين ايه جايبين ايه. الاحفاد دعاه الملك بتاع السعوديه واخذ كان عمرو وايمن اخوات الصغيرين ودخلوا الكعبه ان شاء الله نفسها، وادوا له بابا قطعه من الكسوه بتاعه الكعبه، اخذ قطعه من كسوه الكعبه يعني كاثر بقى يعني كده يعني حاجه جميله طبعا من هناك. واول ما جه بابا مصر قالت تعالي يا سناء خدي دي ديت، وطبعا لسه موجوده معايا يعني. حضرتك معاكي قطعه من كسوه الكعبه. ايوه. كان بيقرا قران كتير في البيت طبعا. ايه اكتر الاوقات يعني اللي كنت مثلا تقعدي كده، مثلا فتره العصريه فتره المغربيه مثلا بالليل بعد العشاء؟ على طول بيقرا القران لان هو كان بيراجع على طول. طبعا القران عايز مراجعه طبعا على طول يعني طوال اليوم، طول ما هو فاضي كان بيقرا القران على طول، كان بيختم اسبوعيا القران. احنا عرفنا ان هو كان بيقرا 5 اجزاء في اليوم. ايوه ما شاء الله. ما يحبش نلبس اسود حتى لو في حاله وفاه، ما يحبش ان انتوا تلبسوا اسود بكتير، ويوم اتنين ويقول لنا احنا عم اسود ولا تلبس اسود. كان بيحب يعني ان هو يعالج نفسه بالاعشاب زي الناس بتاعت زمان بقى، اللي هي بتستخدم الاعشاب والعلاج الطبيعي في ان هو يخف يعني، دور برد يشرب حاجات سخنه كده يعني. كان يحب الحاجات الطبيعيه فعلا، ما يحبش الدكاتره، كنا بنديه الدكاتره بنعرفش لما بيكون بقى خلاص يعني. لكن ما كانش بيحب يروح الدكاتره. طب زمايلنا كانوا بيقولوا ان هو بيشجع نادي معين. الزمالك طبعا، بيحب الزمالك. وكلنا زملكاويين، كلكم زملكاويه، دي وراثه يعني. في بعض الاحفاد كده خرجوا يعني على بره السياق. عملتوا معاهم ايه؟ احنا حاجه بقى، احنا ناس ديمقراطيين يعني. في ديمقراطيه ماشيين على نهج الاستاذه برنسا، في ديمقراطيه ومفيش ديكتاتوريه. لا بجد متعصبين للكوره، متعصبين يعني زملكاويه، بحكم بقى ان بابا كنا جيران نادي الزمالك والترسانه. كان متعصب في تشجيعه للزمالك ولا كان عادي؟ لا كان عادي. بابا وكان كل اصحابه بقى فاروق جعفر، حسن شحاته، حضر فرحي في نادي الزمالك، انا عملت فرحي في نادي الزمالك ساعتها كمان. كان كل اللعيبه ساعتها بتاعت الزمالك حاضره معايا في الصور، كلهم اصدقاء للشيخ عبد الله رحمه الله عليه. كلمه اخيره تقوليها؟ انا فاكره كنت صغيره فرح اختي برنسة الكبيره في الشارع، ان احنا لقينا عربيه الرئاسه داخله من اول الشارع وبوكيه ورد كبير داخل جاي من رئيس الجمهوريه السادات بعت باكت ورد لفرح اخت حضرتك برنسة. ده من كان يحبه بابا جدا جدا جدا، وسافر كان ما بيسافر في كل حته، وسافر مع اسرائيل لما سافر تل ابيب، سافر مع طبعا الرئيس الراحل انور السادات تل ابيب.